طب انا طب قعديني بقى. طيب يا استاذ قعديني احسن، ده انا تعبان. كنا بنتكلم قبل الفاصل على سعيد صالح مع بنته هند، وطبعا حبيبة أبوها كان بيحضنها لما سقطت، وفي نفس الوقت كانت علاقة بتقولك علاقة اكسترا اوردينري، يعني علاقة فوق العادة. كانت كل الناس بتقول له أنت مريض بحب هند. بما أنه في موضوع عايز أكلمك فيه وتقولي لي لو عايز تكلمي فيه ولا لا، هو سعيد صالح كان في فترة من حياته حصل فيها أنه دخل السجن. تحبي تكلمي عن الاسباب؟ انا ما عنديش مشكله خالص. طيب. لا الاسباب لا. شو الفتره دي ممكن تقولي لي اتعلم ايه فيها؟ قال لك ايه عنها؟ طلع بايه منها؟ ايه الاكسبيرينس اللي حصلت فيها بصرف النظر عن الاسباب؟ لا هو مبدئيا انا هجيب لك بس من الاول خالص. هو لما دخل السجن انا كنت في ثانويه عامه، في اول ثانويه عامه، دخل تقريبا من نوفمبر في بدايه ثالثه ثانوي. فروحنا له، هو كان في اسكندريه. أيه. فروحنا له انا وماما في ميعاد اول زياره. الموضوع لسه كان عليه بقى يعني اول انا اسف همشي بس خطوات ورا شويه. اول ما حصل انه انتوا عرفتوا انه هيتم السجن، ده كان واقع ده عليكم ايه قبل الزياره؟ هو انا كهند عموما اي خبر وحش بستقبله بيبقى عندي صدمه شويه في ساعتها، ما باخدش، ما فيش اي رياكشن بيطلع عليا. ممكن تاني يوم بقى ابتدي استوعب اللي حصل امبارح. فانا خدت الصدمه ومش فاهمه ماما زعلانه ليه، ماما بتعيط ليه، طب ما هو يعني اسكندريه قريبه، يعني برضو لسه مش قادره، مش عارفه استوعب. يعني يمكن ده برضو حصل لي يوم وفاته. انا كنت ماسكه نفسي جدا يوم وفاته، وانا مش قصدي امسك نفسي، بس انا لسه بحاول افهم ايه اللي بيحصل حواليا. قعدت عيطت طبعا، بس مش ما انهارتش، لانه انا دايما كنت بشوفه بياخد كل حاجه ببساطه. فنفهم يا جماعه، دي يا جماعه نفهم. يعني جت اول زياره فروحت اشوفه، ما رضيش يقابلنا، وكان بيبص علينا من ورا. احنا دخلنا المكتب المأمور وورانا مكان زنزانته فين، وكان بيبص علينا من ورا السلك ومش هقدر اشوف بنتي في يعني كان اول زياره دي دراميه يعني. فانا خرجت، ما كانش فيه بقى موبايلات ولا الحاجات دي. 96 اول 96 95 كتبت له جواب وانا هناك لسه ما كنتش روحت، وبعته له. الجواب كان فيه ايه؟ الجواب كان عباره عن ضحك، عيب ما تقابلني، عيب ما اجي لك من مصر للاسكندريه وانا غايبه من المدرسه، لا دي ده مش اسلوب، وما ينفعش مادموزيل كبيره تتعامل معاها بالطريقه دي، وانا مش جايه لك لوحدي، ده انا جايه مع ماما وجايين وشمس. خدت الموضوع كله بتهريج لايت، يعني هو ده هو ده، يعني انا داخله له من مدخله. ايوه كده مش طريقه، يعني انا جايه لك من اخر الدنيا، يعني ينفع الضيوف تقابلهم بالطريقه دي؟ مفيش موضوع، يعني مفيش تراجيديا في الحكايه خالص، حتى لو انا جوايا كده. ايوه فلازم انكشه وزغزغه، ويعني عشان يفك. طب والزيارة التانية بقى لما فكوا قبلك؟ مفيش بقى، احنا رايحين الحديقة. عادي بقى خالص، يعني الموضوع سيمبل قوي يا جماعة، يعني الموضوع لا مش فاهمني انا وهو، حتى يا ماما بتقولي هو انت مفيش؟ طبعا مفيش، يعني مش مفيش دم ولا احساس، بس يعني في بس خلاص الموقف يستدعي. لا ولا الموقف، انا وبابا عادة بناخد الامور ببساطة في كل حاجة، يعني هي مش سنة ان شاء الله هتعدي، ودي هو كويس وصحته كويسة وانا كويس، يعني انا عشان اهونها على نفسي بحاول ابسط الامور، عشان كده كده فيها سنه، فبدل ما اقضيها في عياط لازم تتماسكي، فلازم اوجد لنفسي السبب اللي خليني اتماسك. مفيش حاجه والموضوع بسيط، وده يعني بقعد اقول لنفسي سعيد صالح اكيد الناس جوه بتحبه، اكيد الناس جوه يعني مفيش جو الافلام بقى وتعالى بقى هنا والدب ده اكيد مش هيحصل له في اول يوم. طيب هند، هو كان بيكلمك ازاي عن الاكسبيرينس دي او عن المرحله دي؟ يعني ده لو هو كان بيتكلم معاكي فيها، كان بيقول لك تخيلي فعلا مثلا انا اتعلمت كذا، تخيلي قابلت ناس كذا، خصوصا ان انا عرفت ان هو طلع بصديق من هناك تقريبا. عم يوسف. عم يوسف، ما كنت لسه لا هو طلع باصدقاء، بس هو عم يوسف ده هو طلع بصديق. هو عم يوسف كنت لسه هقول لك، يعني عاده ممكن يبقى في حد يبقى كاشش من الموضوع، ممكن يبقى يلا انا همشي، ممكن بتاع. حكى لك ازاي عن الاكسبيرينس؟ هو مبدئيا
يمكن عشان كونه سعيد صالح فكان الاستقبال ليه جوه فظيع نجم. لا محبوب، مش فكره ستار، محبوب. بابا لما دخل لا كان بيصلي ولا كان بيقرا قران ولا كان بيصوم ولا كان بيعمل اي حاجه، وكان رفع كده، وكانت يعني كان عاد يعني كان مبسوط بنفسه في الفتره دي، واحنا مش عارفين ان في مفروض احسن من كده. هو عم يوسف ده هو اللي خلاه، او مش اللي خلاه، هو اللي علمه يعني ايه صلاه وعلمه يعني ايه قران. اه والله بجد، هو حتى حكى كتير في كذا انترفيو انه انا عم يوسف ده، او يمكن ربنا عمل سنه السجن دي عشان يشاور لي على الطريق. هو ما اعتزلش، انا عشان بس ما اقولش ان الفن حرام والكلام ده والكلام يتقال. لا هو عادي. لا ما هو عمل زهايمر، عمل كتير بعد يعني 96. انا فاكر بعد 96 عمل زهايمر مع قعد حوالي 15 سنه يمثل بعدها. لا يعني هو علاقته بربنا كانت تقريبا مش موجوده. فيمكن السنه دي او دخوله المجال ده ربنا بيقول له انا اهو عن طريق الناس دي المفروض تعمل كذا وكذا. هو ربنا سخر له عم يوسف ده سبب، هو ده السبب اللي هو في منظور تاني للدنيا، او عيش حياتك بس بص على الحته دي. اوكي. فخرج لنا تخين خلاص، صحته راضنا بقى جدا. انا عايزه اقول لك ان احنا لما كنا بنروح نزوره، انا كنت باخد اجازه من المدرسه كل خميس. وطبعا عشان ثانويه عامه فما كانش في اعمال سنه وغياب، انا كان ظروفي بتحجج بالظروف دي يعني. اما كنا بنروح نزوره كل خميس كان يقعد معانا ربع ساعه، هي مده الزياره ساعه. يلا بقى عشان عندي ماتش كوره، قوم روحوا. فماما تقول له يا سعيد احنا جايين لك من اسكندريه والبنت غايبه المدرسه، يعني هي تطلع دكتوره وروحوا عندي ماتش كوره. كان مستمتع بالحياه دي يعني، سبحان كان الله. هو كان سريع التاقلم على اي وضع هو بيتحط فيه. اوكي. فهو داخل هيقعد سنه، فلازم يقعد السنه دي مبسوط. هند، على ذكر كان عندي ماتش كوره، اهلاوي هو جدا. ايه بقى احكي لي على مواقف. انا اسمع ان هو مش متعصب عادي، متعصب جدا واهلاوي حتى الصميم كل حاجه. هو انا تفكرتني بموقف. احنا ساعات احنا ما بنتخانقش، ها يعتبر انا اب وبنته ما بيتخانقوش، بس ساعات كده بحب في النص يبقى فيه شويه فلفل وشطه زي تومان جيري كده. سبايسز. فقررت ادخل اقول له انا بقيت زملكاويه. يا ده انت كده، اصل الحياه زهق يعني، في حاله ملل روتين يومي. فقررت اقول له ان انا هبقى زملكاويه لما نشوف يعني، هنهزر شويه. انا ما تقوليش كده، ارجع لعقلك. فكرت ان الموضوع هيفضل، مع ان وانت ساقطه اخدك بالحضن. ما نشوف دلوقتي بقى هيقول لك ايه. مش متخيله بقى. لقيت بابا ابيض، يعني بابا كان ابيض قوي، فلقيت فجاه احمر وفي بقى يعني حاجات بتطلع من ودانه، عارف انت الحاجات شرار دي. شرار. وفجاه وكاني مش لاقيه وصف كاني عملت ايه. مش طلعي بره. قلت له طب استنى اهدى بس نتكلم، عايزه اقول انا غلطانه. مفيش يعني، او مش انا غلطانه يعني، انا ما اقصدش، انا امشي من وشي. بنت سعيد صالح يتقال عليها زملكاويه؟ بنت سعيد صالح. طب يا بابا طب اهدى، ما فيش ايه. وطردني ومخاصمني. فانا عجبتني الحكايه بصراحه. طب لا، بس ده اكبر حاجه يعني تقول علاقته بالخطيب والنادي الاهلي، واعتقد ان هي كانت علاقه رهيبه جدا. ما انا بقول لك طردني من الاوضه، ودي كانت اول مره تحصل. مش شتمني طبعا، مش اطلعي بره جبتي لي العار، صحابي يقولوا عليا ايه. طب انا اودي وشي من الناس يعني. طب وصول مصر لكاس العالم 1990 في ايطاليا، بالتالي كان في موقف مع سعيد صالح ليه علاقه بالموضوع ده؟ مش موقف، هو كان عايز يروح يتفرج في ايطاليا على كاس العالم في هناك. فهو حط في دماغه انه اكيد ايطاليا هتبقى زحمه والاستاد هيبقى زحمه، فاحنا نروح فرنسا اللي جنب ايطاليا عشان نتفرج على الماتش. ايه ده؟ هو كده بقى. لا يعني ده هو كده. ورحنا فرنسا فعلا، ورحنا فرنسا. طب يا حبيبي ما هو تلفزيونات فرنسا هتجيب تلفزيونات مصر، هتجيب تلفزيونات الصومال اللي يعني. في دماغه بيعمله. هو كان عايز يروح ايطاليا، بس قال لك بقى ايطاليا زحمه، تعالوا نطلع على فرنسا اللي جنب ايطاليا. طب احكي لي عن عشقه للمسرح، او اقول لك على حاجه. لا استني، ده سؤال تقليدي شويه. ايه اكتر حاجه هو عملها، مشروع، مسلسل، فيلم هو عمله ندم عليه؟
مسلسل ندم عليه. انا عارف، انا عارف مسلسل، بس يعني انت قولي لي انا صح ولا غلط. مش ندم، هو ما بابا ما كانش من النوع اللي بيندم، بس هو عامله وهو مش حابه. مع انه يعني ده لو ايه اسمه ايه طيب؟ السقوط في بئر سبع. السقوط في بئر سبع ده كان مسلسل ذاكرتي، كان مع الفنانه اسعاد يونس، وكان بيتكلم على مصر واسرائيل والناس الخونه كان هو طالع